السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ريحانة. اليوم غنوجد معكم واحد المخامر كيجي عامر، زلافة ديال السميدة رقيقة، زلافة ديال الفورس، معلقة ديال الخميرة المعجونة، الملحة على حسب الذوق ديال كل واحد، واحد المعلقة ديال سنيدة، وغنعجنو بالماء دافي، نعجنوه مزيان ونخلطوه مع السميدة. كتبغي الماء شوية، غنكترو شوية الماء ونخليوه يرتاح واحد شوية، وعاود نعاودو نرجعو نعجنوه مزيان. دابا غنخلطوه ونخليوه، نديرو شوية جاري ونخليه ونغطيه بالسلوفان ونخليه يرتاح، عاد نرجعه مرة تانية نعاود نعجنه. ملي غنرجعو غنحيد السلوفان وغادي نعاود نعجنو مزيان، دلكوتا يدلك مزيان ويلي متجانس، ويلا كان خاصو الما كنزيدو ليه عاوتاني شوية دالما، ولكن هو هذا. ونعجنو نعاودو نعجنو مزيان تا كيطلق. كنجيو كنقطعو الفلفله والبصله، كنقردوهم مزيان حيت ما كنبغيش نطحنهم، الا طحنتهم كيتلقوا الماء، هكا كيتقطعوا رقاق حسن باش كتبقى الخضره طريه. كنقرد الجميع، اللي كل واحد وعلى شنو بغا، كاين اللي باغي تخيزو يديرو، اللي بغا كلشي، ولكن انا درت غير الفلفله والبصله وشويه د المعدنوس، وكنقطعهم حتى كيوليو رقاق، وكنزيد معاهم شويه ديال الكفته.
انا زدت الكفته، كنزيد عليهم شويه ديال الابزار، كل واحد على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي حار كاين اللي كيبغي شويه، انا درت غير شي شويه، كنزيد شويه الجنجبير حتى هو ما نكثروش بزاف باش ما تجيناش فيه المروريه، كنزيد التحميره على حسب اللون، كنزيد واحد معلقه ديال سنيده حتى هي كتعطي المذاق بنين مع ديك البصله وداك الشيء، كتجي المذاق زوين، والملحه الملحه على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي مالح كاين اللي، وكنزيد واحد شويه ديال الزويته بلديه، كنزيدها باش كتعطي شويه ديال الليدان، واللي عنده الشحمه كيزيد شويه ديال الشحمه، انا ما عنديش، انا درت غير الكفته صافي. وانا كنجبد ديك العجينه اللي ارتحت كنقطعها، كل واحد كيقطع، كاين اللي كيبغي تكون العجينه خبيزات كبار كاين اللي كيبغيهم صغار، انا مويان، وما ديروش الزيت حيت الا درتو الزيت ما تبغيش تلاقى لكم تلاصق، ديروها غير بلا زيت حتى تعمروهم مزيان، عاد ديك الساعه الا بغيتو ديروا شويه ديال الزيت ديروا، اما دابا من احسن ما ديروش الزيت حيت ملي كنديروا الزيت ما كتبغيش تلاصق هذيك العجينه، غتبقى تخرج لينا العماره بلا الزيت. يلا هانتوما كي كتشوفو كنحل هاديك العجينة وكندير شوية ديال العمارة في الوسط، كي الطريقة اللي قلت لكم قبيلة ما ديروش الزيت، هانتوما غتشوفو ملي كندير هاد التعميرة كنحطها وكنجمعها ودغيا كتجمع، شتي هانتوما كتجمع مزيان، وتا كنعمرهم كاملين وعاد ديك الساعة نقرصهم.
كنديروا شويه ديال الزيت والسميده وكنقرصوها هاد المخامر، كنقرصهم كنحطوهم يرتاحوا حتى كيخمروا شويه وعاد كنطيبوهم. من بعد ما خليتهم خمروا كنشدو كنطيبوهم كنقصو العافيه، حيت الا نقصتي العافيه مهيله باش كطيب ديك الحشوه اللي لداخل، وكنخليهم يطيبوا بشويه حتى كيطيبوا. كنقلبوهم كندهنوهم شويه بالزيت، غير واحد شويه ما تكثروش.
ومن بعد ما كيطيبوا كيجيو على هذا الشكل هذا. غنقطع لكم شي وحيده وتشوفوها كي كيجيو زوينين بنان طايبه ديك الحشوه كطيب شتي كي كتجي. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعليق. بالصحه والراحه.